أعزائي متابعي وزوار القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كيسعدني نتلاقى بكم في حلقة جديدة واللي غادي ندردشوا فيها شوية على أحد الدروب العريقة والمعروفة عند الجميع بمدينة مراكش، درب النخل. الدرب اللي كيتواجد بحومة الرحبة القديمة في الاتجاه ديال رحبة الدقيق أو الدقاقين، وفي نفس الوقت في الطريق اللي غادي لسيدي اسحاق، وفي موقع استراتيجي حيث كيجاور اهم الاسواق ديال المدينه العتيقه بحال سوق الغزال، سوق الزرابي، السمارين، الى غير ذلك من الاسواق المهمه، وعلى مقربه من ساحه جامع الفناء حيث ما كتعتاش 5 ديال الدقائق مشي. وحسب ما كيحكيو بعض السكان القدام، فأصل التسمية ديالو كيرجع لكون العديد من الطيور والرياضات كان فيهم النخل. هاد الدرب كيتوفر على مسجد للصلوات الخمس وفران تقليدي، غير المثير فيه حاليا هو أصبح فيه حاليا عدد من المحلات أو الطيور اللي تحولت لبازارات، وكذاك العديد ديال الرياضات اللي تحولت لدور ضيافة. سكنوا عدد كبير من الفقهاء والمقاومين والسياسيين وعدة عائلات عريقة اللي يصبحوا أبنائها الآن في مناصب عليا داخل وخارج الوطن. ومن بين العائلات اللي سكنته عائلة الخليفة والمنصوري والزمراني والبارودي الشاذلي، عائلة الهنا ويا عمي الشرقاوي، الزبيدة، بابي البنيوي، الشقر، شياضمي، عزوز، خيامي، بنونة، القرشي، القابسة، حميتي، قرميم، إلى غير ذلك من العائلات الكبيرة اللي صعب علينا نجمعوا الأسماء ديالها كلها، وكنعتذر إلا ما ذكرتش الكل، هذا كيبقى غير اجتهاد بسيط باش ما ننساوش. أحبائي، حتى نتلاقاو في حلقة ماجية بحول الله مع قوته، كالعادة شجعوا قناتكم بالاشتراك ووضع لايك، غادي نكون شاكر لكم. أرقى التحيات.